بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا كان اليوم الجمعة وقت ما دق التلفون أنا كنت في الصلاة، أنا حسيت إن في شيء. لما طلعت اتصل زوجتي قالت لي أفرجوا عنه. الحمد لله. الحمد لله. بعدين ولدي اتصل، بنتي اتصلت، اتصلت فيهم، أخوي اتصل. نعم. الحمد لله تم الإفراج وأخلو سبيله، ولو لحق إنه يطلع من تركيا أي وقت يبي. نعم. إذن هل التقيتم به أو اتصلتم به ومتى سيصل للكويت؟ والله التقينا فيه أول ما راح لأخوه في بداية المشكلة. نعم. مع صديقه راحوا أنقرة وقابلوا السفير مرتين وراحوا له بعدين في المعتقل. طبعا من أنقرة إلى بودروم إلى مولقة هذه اسمها، يعني يمكن نعم. 3 ساعات بالسيارة. نعم. فراح المهم شاف اخوه اطمن على اخوه، حتى عبد الله قال لاخوه لا تحاتون انا مرتاح انا كل شيء تمام كل شيء تمام. فاخوه رجع الكويت، احنا قلنا لازم نروح له، انا وولدي وبنتي وزوجي رحنا له. نعم. وما قصرت السفاره، حطت لنا سياره ودونا له هناك في المعتقل وشفناه وشافنا. اليوم الثاني تم حل المشكله انه يطلع بكفاله، فجانا الفندق قاعد عندنا اسبوع حوالي بالفندق. لما انتهت المشكله اليوم وافرجوا عنا ان لحق السفر وعادي. نعم. استاذ عبد العزيز، وكيف هي حالته النفسيه؟ والله تمام، مرتاح. يقول لي انا في السجن، لكن مرتاح، يعني مو سجن مثل المساجين الثانيه اللي فيها تعسف وغير. لا، يقول مرتاح عادي ولا في شيء ولا تحاتون. الحمد لله. وكيف كانت جهود السفارة الكويتية هناك؟ والله نشكر السفارة الكويتية، وعلى رأس العم أحط على رأسي أقول ليش العم قسام الزواوي أبو يوسف اللي تواصل معنا من موقع المسؤولية من بداية الحدث حتى الإفراج عن ولدنا مع عبد الله اليوم. نعم. كل من وقف معنا. نعم. المواطن عبد العزيز الشطي والد المواطن عبد الله الشطي، شكرا جزيلا لك.